إنشاء منتدى إماراتي، منتدى إعلام إماراتي، مبادرة جدا أشوفها إيجابية وتحفيزية لكل الطاقات الشابة الإماراتية وأيضا الطاقات الشابة التي تعمل في الحقل الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أشكر نادي دبي للصحافة للأمانة على هذه المبادرة الجميلة. أعتقد أن من معظم الجلسات حاليا أنا حضرت جلستين، النقاش كان على أن لأنه الموضوع العام هو توطين الإمارات، توطين عفوا الإعلام في دولة الإمارات. أجد هذا موضوع طبعا مطاطي وشائك والحديث فيه طول جدا، ولكن أنا حبيت حتى وجهات النظر التي طرحت، لأن في معظم الأحيان إذا بنقارن في منتدى الإعلام العربي كانت دائما تطرح تساؤلات، والتساؤلات هذه لا يجاوب عليها بالشكل الصحيح. أنا شفت صناع القرار وأصحاب القرار جاوبوا إجابات جدا شافية وكافية، بل حتى عطوا نتائج خبرتهم في المجال الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة ليستفيد منها كل الحاضرين.